مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. الدوري رجع وما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب. الاهلي عامل اداء ولا اروع، حتى لما نيجي نتفرج على الماتشات العاديه بتلاقي فرق كبير قوي بين الاهلي واي فرقه ما شاء الله. ونمسك الخشب مره ثانيه، عندنا ماتش مهم بعد بكره، ماتش النجم الساحلي. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي، رجاله الاهلي ومستر ريني فايرر اللي عامل شغل ولا اروع زي ما قلنا قبل كده. ان شاء الله نشوفهم بنفس المستوى ونفس الشكل الفني ونفس الشكل البدني. قبل ما اكلمكم عن اخبار الاهلي وتكريم النجم الساحلي للنجم رمضان صبحي، تعالوا اقول لكم بسرعه او استعرض معاكم بسرعه، افكركم بنتائج الدوري من اول ما بدانا، من اول ما اشتغل طنطا وطلائع الجيش. كان تعادل سلبي 0-0، المقاولين واسوان 2-1 كانت خساره لاسوان. اللي كسب النهارده، اللي تعادل النهارده وعمل مفاجاه مع بيراميدز، الجونه والاهلي 4-0 للنادي الاهلي. ما شاء الله كان ماتش يعني روعه من جانب النادي الاهلي. ناس كتير قوي قالت ان الجونه وحشين جدا وان الجونه ما جوش، لا الاهلي كان متفوق جدا على نفسه ما شاء الله كالعاده. وانا كنت مراهن قبل الماتشات او قبل عوده الدوري مره ثانيه، وقلت ان المدرب الكويس او المدير الفني اللي عنده فكر بيبقى محتاج وقت، كل ما تديله وقت كل ما بيبدع اكتر واكتر. والحمد لله يعني لغايه دلوقتي رهنا على الراجل، الحمد لله هو اقنعنا جدا. انبي والزمالك مكسب لانبي 2-1. انبي فريق انا مش شايف ان هي مفاجاه، انا شايف ان هي مباراه يعني نتيجتها عاديه جدا. انبي طول عمره كان ند قوي للاهلي والزمالك، انبي تفوق على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وعوده حميده النادي انبي، وان شاء الله ان شاء الله يرجعوا لمكانتهم الطبيعيه مع الكابتن حلمي طولان. نادي مصر ودجله، نادي مصر ايضا عمل مفاجاه كبيره بفوزه على دجله، اللي اداؤه بصراحه عليه علامات استفهام السنه دي. 1-0 لنادي مصر، مصر المقصه وحرس الحدود، برضه مفاجاه حرس الحدود كسب مصر المقصه بهدفين مقابل هدف. طنطا وسموحه 2-2، كانت مباراه قويه جدا يعني، طنطا اقتنص نقطه تعادل في اخر ثواني من المباراه. بيراميدز واسوان 2-2، مباراه كانت جميله جدا من جانب اسوان وايضا من جانب بيراميدز، لكن اسوان بامكانياتها القليله جدا اقنعونا كلنا ان في مدير فني على اعلى مستوى، مجدي عبد العاطي. مش علشان طبعا صديقه ولا حاجه، لا والله خالص، لكن كل اللي اتفرجوا على المباراه بيشوفوا شكل تكتيك الاسوان، لعبوا على جمله او لعبوا على كذا جمله احرزوا منها اهداف، شكلهم تكتيكيا اكتر من اللعب عادي، تحس ان فرقه فعلا منضبطه تكتيكيا في الملعب باقل الامكانيات. مجدي عبد العاطي ومحمد ثابت صاروخ وجهازهم المعاون عاملين شغل كبير جدا مع نادي اسوان. نتمنى ان اسوان يبقى في الدوري ان شاء الله ويحقق نتائج افضل من كده، فرقه كويسه جدا، عندهم عناصر وعندهم لعيبه كويسه. ان شاء الله هنتكلم مع كل او على كل النتائج وكل الفرق مع النجم المتالق اللي بيشرفني دايما، الكابتن الكبير الكابتن تامر بجاتو، نجم مصر ونجم الاهلي السابق، اللي هيشرفني بعد ما اقول لحضراتكم الاخبار. دي كانت كل نتائج المباريات اللي لعبت بعد التوقف. تعالوا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي، اكيد حضراتكم مستنيين كل الاخبار. النجم الساحلي بيكرم النجم الكبير رمضان صبحي، نجم منتخب مصر اللي توج ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة واللي تأهل لأولمبياد طوكيو 2020. بصراحة كانت خطوة كويسة جدا جدا، اتكلم فيها سفيان الوردي عضو الهيئة في نادي النجم الساحلي وعضو مجلس الإدارة يعني. اتكلم عن سعادته بتكريمه لنادي بتكريم ناديه للنجم الكبير رمضان صبحي، وأضاف وقال تربطنا علاقة طيبة وقوية مع النادي الأهلي الشقيق. طيب لو الفيديو جاهز يلا تعالوا نشوف قال ايه الاستاذ سفيان الوردي عضو الهيئه في نادي النجم الساحلي في فيديو هنشوفه مع حضراتكم ونرجع نكمل مع حضراتكم الاخبار. مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان ضمن اجواء مباراه النجم الساحلي ولا النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. الحقيقه حابين نخرج شويه عن الكواليس الخاصه بالمباراه والتركيز الكبير، وحابين نشكر طبعا في البدايه نادي النجم الساحلي على اللفته الطيبه جدا اللي اكيد يعني بتلمس كل قلوب الاهلاويه، الجمهور النادي الاهلي، الاداره كمان، الكابتن سعد ابو حفيظ، الجميع. يمكن الحقيقه في لفته طيبه جدا رمضان صبحي، طبعا احنا عارفين كابتن منتخبنا الوطني تحت 23 سنه وفوزه الكبير وتوجهه طبعا كاولمبياد طوكيو. مجرد طبعا وصول رمضان هنا كانت لفته طيبه انه يكون في درع مقدم لرمضان صبحي كقائد للمنتخب الوطني وايضا كمان لاعب في النادي الاهلي من الاستاذ سفيان الوردي عضو الهيئه في نادي النجم الساحلي. يا استاذ سفيان بنرحب بيك وبنشكرك على الخطوه الرائعه والمميزه جدا دي، تكريم رمضان صبحي كاحد الشباب بنقطه كبيره جدا تدل على قيمه نادي النجم الساحلي وايضا كمان قيمه النادي الاهلي. انت عارف انه فريق النجم الرياضي الساحلي فريق كبير ويهتم بكل نجاحات
وأريد أن أوجه رسالة لكل الشباب الذين يتعاطون الرياضة في كل المجالات، بأن كل شاب يتفوق في الرياضة ويرفع الراية الوطنية ويرفع راية فريقه فإنه يجب أن يكرم وأن تخترق كل الحدود واللغات والألوان. وبهذه المناسبة اللفتة الكريمة، نجم الرياضي الساحلي فريق مدرسة عريقة، مدرسة تكون الشباب وتعرف مدى نجاح الرياضيين، فأردنا أن نكرم وليس هذا بالغريب على فريقنا اللاعب رمضان صبحي وفريق النادي الأهلي وفريق النجم الرياضي الساحلي، علاقة طيبة وجد ممتازة، والدليل وجودكم كإعلاميين وأنتم تغطون كل ما يدور حولكم في تونس وترون الوقفة التي نقفها لا لشيء إلا لأن نترككم على راحتكم، ونعرف أنه بالمثل فريق النادي الأهلي سوف يعاملنا في المباراة في العودة، وإن شاء الله هذه تتكرر مع كل فرق. حبينا نغيره، ليش كل ما يجي فريق يروح منكسر، بتصير له حاجات غير معقولة غير رياضية؟ يا سيدي هذه رسالة، خلينا نبدأها من فريق النجم الرياضي الساحلي، أنه فريق النجم الرياضي الساحلي يكرم حتى لاعبين منافسيه، والرياضة أخلاق أو لا تكون. وشكرا. كمان نقطة هامة جدا وهي الأخيرة، إن احنا حابين نوجه كل الشكر لرئاسة نادي النجم الساحلي، لأن الحقيقة بجانب التكريم في اهتمام كبير جدا، تنسيق على أعلى مستوى مع الكابتن سيد والأستاذ جمال جبر، كابتن سيد عبد الحفيظ، مش سايبين حاجة بصراحة، وأكيد هتلاقوا كل المعاملة بالمثل وأكثر من كده كمان في مصر إن شاء الله. أنا عاوز أقول لك حاجة مصري، دي عايز أقول لك حاجة دي كده مصري، وعاوز أقولها بالمصري، إنه كل الفرق لما بتيجي العربية والإفريقية نعاملها بنفس المعاملة التي رأيتموه، وده من اختصاصنا، يعني أصبحت في احتراف في التعامل مع الفرق المنافسة. أنا بحب النجم طبعا، طريقة كبيرة جدا طبعا، ولكن كل ما أتولى مسؤوليتي في مهام في الفرق المنافسة فأنزع تلك المحبة الغالية وأخدم عملي كي أرضي الضيف. شكرا جزيلا وموافق ان شاء الله. شكرا جزيلا الله. شكرا. بنشكر اكيد الاستاذ سفيان، طبعا مشاعر طيبه جدا تجاه الشعب المصري والنادي الاهلي بالتحديد، من النجم الساحلي للنادي الكبير اللي اكيد طبعا بنوجه له كل الشكر والتقدير. لفته رائعه وطيبه جدا رمضان صبحي كابتن منتخبنا الوطني، ان يكون في درع موجه ليه وموجه ايضا للنادي الاهلي، ده امر مهم جدا ورساله بيعكسها الشعب التونسي عن طريق نادي النجم الساحلي، ان المنافسه داخل المستطيل الاخضر فقط لخير، لكن خارج المستطيل الاخضر الكل اشقاء الكل احباب. موفق نادي النجم الساحلي، وموفق ايضا ان شاء الله النادي الاهلي. شكرا جدا ليك يا كريم، زميل العزيز يعني بيغطي على احسن ما يكون. عايز بس اتكلم على الاستاذ سفيان الوردي. استاذ سفيان الوردي نموذج للاخلاص لناديه، نموذج للانسان المحترف في شغله، يعني هو دموعه نزلت منه لما اتكلم عن ناديه وقال ان هو بيحبه يعني اكتر حاجه في الكون، وزي ما حضراتكم شفتوا كده قال ان هو بينسى كل الكلام ده لما بيشوف فرقه تانية بيحاول يخدمها على احسن ما يكون. ده بصراحه حاجه جميله جدا، نموذج في الاخلاص ونموذج في العمل الاحترافي. كل الشكر لحضرتك، واكيد انتوا بتيجوا هنا في بلدكم وناديكم اساسا، انتوا احنا الاهلي طول عمره مضياف ومضياف جدا، مفيش اي فرقه جت اشتكت قبل كده من اي حاجه لما تكون جايه تلعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكون كمان نموذج مشرف لمصر. هقول له كمان سياده السفير اتكلم ازاي عن النادي الاهلي واشاد بيه واشاد على دوره بره وجوه مصر بصراحه. لكن شكرا جدا للاستاذ سفيان، شكرا جدا لنادي النجم على هذا التكريم للنجم الكبير رمضان صبحي، وان شاء الله طبعا دايما احنا اخوه قبل اي حاجه، منافسات في الكوره لكن تبقى الاخوه فوق اي حاجه. تعالوا اقول لكم سياده السفير، سفير مصر في تونس السيد نبيل الحبشي، السفير مصر في تونس اكد على سعادته بتواجد بعثه النادي الاهلي في تونس، وقال الاهلي نموذج مشرف للكره العربيه والافريقيه. كنا دايما بنقول كده لكن احنا ما بنقولش وخلاص، احنا بنقول لان النادي الاهلي فعلا صوره مشرفه بالفعل مش بالكلام.
السيد نبيل الحبشي قال بأنه سعيد جدا بتواجد بعثة النادي الأهلي في تونس لخوض مباراة مهمة أمام النجم الساحلي إن شاء الله بعد غد الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. قال كمان الأهلي بيبقى نموذجا مشرفا للكرة العربية والأفريقية. أنا بقول لكم الكلام اللي قاله بالضبط، هو خير سفير لهما، مؤكدا أنه يتوقع فوز الأهلي على النجم الساحلي إن شاء الله بإذن الله في مواجهة الفريقين المقبلة، نظر المستوى المتميز الذي يقدمه الأهلي مع رينيه فايلر مدير الفني السويسري النادي الأهلي وما رآه من مباراة أو في مباراة الجونة. ده كلام سيادة السفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس اللي كان حاضر التمرين واللي قدام حضراتكم صور من التمرين. قال كمان الأهلي يبقى بمثابة نموذج يحتزى به في ظل الصورة المشرفة التي تظهر بها جميع بعثاته الرياضية في الخارج. كلام مهم جدا، والتي تعكس مدى الاحترافية التي تدار بها منظومة العمل داخل نادي القرن وتنال إشادة واحترام وتقدير الجميع. شكرا جدا سيادة السفير، وده الأهلي، والأهلي مش غريب على أي حد، والأهلي عارف يعني إيه تمثيل نادي بحجم نادي الأهلي بره مصر، وتمثيله لمصر في أي مكان بيكون فيه النادي الأهلي خير ممثل. ده كلام السفير، وكل السفراء بصراحة اللي شافوا النادي الأهلي في أي بلد بيكون فيه نادي الأهلي بيكون متواجد فيه للعب أي مباراة بيقولوا نفس الكلام ونفس السياق الكلام. عشان كده احنا بنفتخر كلنا ان احنا بننتمي للنادي الأهلي حتى لو يوم واحد بس عشنا داخل جدران القلعة الحمراء. دي صور قدام حضراتكم من مران النادي الأهلي. احنا عندنا حاجة رمضان صبحي، تمام لو عندنا، طيب ماشي زي ما قلت لحضراتكم ان رمضان كرم وكان في صور وده طبعا سيادة السفير نبيل حبشي سفير مصر في تونس واللي كان متواجد في التمرين وبساعد كل افراد البعثة على يعني احسن اقامة ممكن يقدمها لهم وبيذلل كل العقبات، وده الطبيعي جدا من رجالتنا يعني في بره مصر. كمان الأهلي بيهدي درع النادي لسفير مصر في تونس نبيل الحبشي السفير المصري في تونس، حرص على نقل تحياته للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس. دكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة قام بإهداء درع النادي الأهلي إلى نبيل حبشي السفير المصري في تونس، ودرع آخر إلى حازم غيث القنصل المصري في تونس، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها لتلبية دعوة العشاء التي تلقاها النادي الأهلي من السفير المصري. الأهلي يخوض مرانه الثاني في تونس، اللقطات اللي قدام حضراتكم، وإن شاء الله هيكون في 500 مشجع للنادي الاهلي امام النجم الساحلي، ويتم المعامله بالمثل طبعا، هيكون في هنا 500 مشجع نادي الساحلي للنجم الساحلي لما المباراه تلعب في القاهره. دي كانت اخبارنا استعرضناها مع حضراتكم، شفنا صور يعني من التمرين ارشفيه، وكمان شفنا تكريم النجم الكبير رمضان صبحي من قبل إدارة نادي النجم الساحلي. كان قدامكم صور حصرية للتمرين، آسف مش أرشفية. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة، مباراة هامة جدا، عايزين نشوف شكل الأهلي إن شاء الله اللي تعودنا عليه مع رينيه فايلر، شكل أوروبي فعلا. لما بتيجي تتفرج على أي ماتش في الدوري بعد كده تحس بفرق كبير قوي في كل حاجة بصراحة، في السرعة، في المجموعات الدفاعية، المجموعات الهجومية، التحركات من غير كورة، بصراحة صورة عصرية جدا واحترافية جدا بيعيشها النادي الأهلي مع فايلر. إن شاء الله يكون في استمرارية، إن شاء الله يكون في استمرارية ويكون في تطور أكتر كمان في المستوى. إن شاء الله نشوف النادي الأهلي في أحسن حالاته يوم الجمعة اللي جاية. يلا نطلع فاصل، نستقبل النجم الكبير، نجم مصر، نجم النادي الأهلي، كابتن تامر بجات، ونتكلم معاه في كل حاجة بتخص اللقاء، وأتكلم معاه كمان في اللقاءات التي أقيمت في الدوري العام. فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد، النجم الكبير الكابتن تامر بجات، ونجم مصر ونجم الاهلي في ضيافه الاهلي الليله، منور الدنيا يا ابو الكباتن. اهلا بيك، اخبارك ايه؟ انا كله كويس الحمد لله، تمام
كله تمام، دايما منور. انا بنبسط لما اجي البرنامج معك الحقيقه. هو انا والله بتبسط لما بشوفك اصلا يعني، ودي حاجه كويسه اللي شجعني ان انا اجي يعني. لا نتكلم في حاجات تنور يعني الدنيا يا كابتن، كتير تنور الدنيا. عندنا محاور كتير، عندنا محور الدوري اللي رجع هنتكلم فيه، عندنا محور المنتخب الاولمبي كده هنتكلم فيه طبعا، عندنا بطوله افريقيا وعودتها، لقاء الاهلي والنجم الساحلي برده مباراه مهمه جدا كل الاهلاويه بيستنوها. عايز نبدا منين بقى؟ والله من اي حاجه، ان هم كلهم مؤثرين على بعض وكلهم منفذين على بعض. تعالى ناخدها خطوه تدريجيه. المنتخب يعني المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي عمل يعني عمل بطوله كويسه جدا، واهم حاجه ان البطوله دي اول مره ناخدها، فده انجاز يعتبر. في لعبة كتير ظهرت في المنتخب بشكل كويس. المهم بقى في القصة دي كلها ان نستغل بقى الموضوع ده بجد يعني. كويس جدا المنتخب ياخد بطولة، حلو جدا، كويس انها بطولة هالت للأولمبياد، حاجة كويسة جدا. لكن احنا وصلنا للأولمبياد قبل كده كذا مرة صح، بس للأسف بنرجع من الأولمبياد كأننا ما رحناش زي ما بروح كاس العالم كده، زي ما رحنا كاس العالم بالظبط اخر مره وما رجعناش بحاجه خالص. فاتمنى ان ما تخليش الفرحه والبروباجندا والاعلام والكلام ده كله، ان احنا يعني عايزين نساعد اللعيبه شويه، ما نبقاش عبء عليهم. فرحتنا بيهم زياده والضغط عليهم ونحسسهم ان هم عملوا انجاز ما فيش بعديه حاجه تتعمل تمام، ده ما بيساعدش اللعيبه، بالعكس ده بيبقى ضغط عليهم تمام. فاحنا عايزين نساعدهم، لان لو عايزين فعلا نطلع نتائج من الولاد دول، الروح اللي احنا شفناها، الحاجات، نعالج الاخطاء، لان بعد كده هتبقى في فرق اقوى وفرق اجمد بكتير والدنيا مختلفه تماما اكيد. فاتمنى ان احنا نستغل ده، نعمل لهم خطه كويسه جدا، خطه طويله الاجل زي ما بنقول، وما تخرش الميه بقى زي ما بنقول، بحيث ان فعلا توصل بعد 7-8 شهور بالفرقه دي لمستوى كويس، وندرس الفرقه الراحله عشان نفسنا بقى نروح اولمبياد ونرجع بحاجه من البطولات اللي بنوصل لها، كفايه وصول يعني طبعا طبعا. فاتمنى ده طبعا يعني. طب انت دايما بتفتح لي محاور حته ان انا كمشجع لما اشوف مثلا المنتخب بتاعي مكسر الدنيا في البطوله الافريقيه، كان مش مرشح خالص، انا كنت خايف اساسا تمام ان احنا ما نطلعش الدور الثاني مثلا يعني، انا بتكلم كمشجع. طبعا اول مره ناخد البطوله اساسا، وفجاه الاقي لعيبه رجاله جدا، لعيبه كلهم حماس يعني، حتى لو طبعا مع احترامنا الكبير كابتن شوقي غريب، حتى لو ما فيش مدير فني، اللعيبه بتدوس واللعيبه بتحقق، فايتر، كله فايتر في الملعب. وخدنا البطوله وعملنا اخر ماتش كمان حلو قوي، في مدير فني واقف على الخط الكابتن شوقي غريب برضو طبعا. في حاله بينه وبين اللعيبه، انا من حقي ان انا اطير باللعيبه دي طبعا، ان انا اقعد يعني اقول فيهم شعر طبعا، ده حقي. هم بيستقبلوه ازاي بقى؟ حقك مين الحق اللي هو مين؟ المشجع طبعا. المشجع العادي طبعا، اللي يعمل اللي هو عايزه. انا استقبل طبعا. بقى الفرحه دي ازاي؟ هي دي بقى اللي حضرتك بتتكلم فيها، اللي هو دور اللعيبه ودور الناس المسؤوله عن اللعيبه. الناس بتفرح بيكوا، لكن احنا عندنا 1 2 3 4 بالظبط يعني. انت وصلت للنقطه، الجمهور العادي كده؟ الجمهور العادي طبعا يعني، اللي شفناه في الاستاد الناس نفسها كانت جوه الملعب بالظبط، وده يمكن اللي فرق في اللعيبه والحاجات الفنيه اللي عوضوها بالحماس والجمهور. ليه؟ اللعيبه دي كلها ما شافتش جمهور بقى لها كتير جدا، ودي بالزبط. حاجه اللعيب الكوره بيبقى عايز يشوف حد بيزعق له طبعا. في الملعب، فاللعيبه دي كانت يعني ايه جعانه جدا. قد ايه عارف الجماهير يعني، عارف يعني ايه جمهور في ملعب بيرج كده وكله معاك، مش فرقتين ضد بعض، لا جمهور مع فرقه واحده. فده ادى اللعيبه الروح اللي احنا شفناها دي تمام. في نقطه مهمه جدا، الجهاز الفني طبعا، كابتن شوقي غريب ومعتمد وشوقي ويعني الناس دي كلها والرياض تمام. دول كانوا لعيبه كبار جدا، لعبوا منتخبات، عارفين يعني جمهور، عارفين يعني بطولات، ودي نقطة برضو مهمة جدا، وده أكبر دليل يدل إن إحنا كمصريين، مش عارف أقول للأسف ولا حاجة كويسة، إن إحنا من أيام الكابتن جوهرة الله يرحمه، معنا كابتن حسن شحاتة وشوقي غريب، كابتن شوقي غريب قبل كده على فكرة برضو مع الشباب يعني عمل نتيجة كويسة بالظبط. يدل ان المنتخب المصري او اللعيب المصري للاسف، او يمكن ده من حسن حظنا، ان المدرب المصري بيفرق جامد جدا في اللعيبه. اللعيبه المصريين العامل النفسي عندنا نمره واحد يعني
ولازم المدرب يبقى فاهم. يعني كابتن شوقي تحس ان هو بيلعب جوه الملعب يعني، وقربه من اللعيبه ادى اللعيبه براح، فما حسوش، حسوا ان هم كلهم واحد يعني، تحس ان الجهاز الفني تحس ان هو واحد من اللعيبه. ده حلو جدا في بعض الحالات زي الحاله اللي احنا كنا فيها دي، بس لما نيجي نتنقل لحته ثانيه لازم زي ما بقول لك لازم الجهاز الفني باللعيبه دي بالاتحاد يحطوا سيستم كويس جدا للفرقه دي لو احنا عايزين نكمل بيهم. اللعيبه في لعيبه كتير نفسها تثبت نفسها، الدوري بقاله كتير والدوري لسه في اوله، في لعيبه كتير عايزه تثبت نفسها وفعلا ثبتوا نفسهم. فانا شايف ان كلها ايجابيات، بس الايجابيات بقى المفروض اللي تحصل بعديها اهم بكتير جدا من ده، عوده الجمهور. طب خلينا استنى قبل ما نتكلم على عدد الجمهور، خلينا نتكلم في نقطه المدير الفني الوطني طبعا ومدى تاثيره على المنتخبات عكس الانديه. طبعا ليه؟ عشان عندك الانديه هنا بيبقى في صراعات رهيبه، انما انت المنتخب ما عندكش صراع نفسي هنا جوه مصر جامد. انما المدير الفني في اي فرقه عنده صراع كل يوم مع الفرقه دي ومع الفرقه دي ومع الفرقه دي، والصحفيين يمين وشمال، وده اهلي وده يعني مشكله المدير الفني ولا مشكله اللعيبه مرتبطه بالمدير الفني ومرتبطه بالروح بتاعه المكان اللي انا بلعب باسم منتخب مصر، عايز روح بره، روح مصريه. يعني انا بقول لك تخيلاتي مع ان احنا عندنا الكابتن حسام البدري يعني، بس لسه يعني هنديله وقته، وطبعا هسالك برضو على اللي حصل. يعني الموضوع انا شايف فيه مفارقات غريبه جدا. هو احنا خليني نمسكها كده، الكوره في مصر غريبه جدا، ما تفهم لهاش حاجه، حتى اللعيبه في مصر ما تفهمهمش حاجه. لعيبه كويسه جدا، كتير جدا احترفوا وكتير جدا بيرجعوا، ما تفهمش برضو ليه. فلو هم مش كويسين ما كانوش راحوا اساسا. عشان في حاجه هنا ثقافتنا احنا كشعب بالزبط. ان احنا بالنسبه لنا غربه، لا اي حاجه غربه. ثقافتنا في الكوره وحشه قوي. ما هي ثقافه عامه يعني ثقافتنا في الكوره لسه واخدين الكوره هوايه، سبوبه زي ما بيقولوا، وسيله ان انا اجيب بيها فلوس، وسيله ان انا اشتهر، لكن لا الكوره ما هياش كده. ف ده اللي بنتكلم فيه، احنا لازم اللعيبه الصغيرين نحاول ناهلهم، نحن بنصنع النجم زي ما بيقول. تمام. نحاول ناهلهم ان انت كده كده هتوصل هتبقى نجم، وكده كده هتوصل هيبقى معاك كتير، وكده كده الناس هتتكلم عليك. وانت ده بقى لازم تدي في الملعب كويس جدا. تمام. عشان يفضل مستوى ثابت لمده 5 6 سنين. تمام. 10 سنين زي ما نشوف بره بقى، يعني اخر حاجه مثلا كريستيانو وميسي 13 سنه ما بيخرجوش من الملعب وبيعملوا اكبر النتائج وقاعدين بيتكسروا في ارقام. بالزبط. ده ما بيجيش من فراغ. ومش معنى كده ان ما عندناش لعيبه، لا في لعيبه، بس هي سيستم شغل. يعني لو هنتكلم مثلا في ابراهيموفيتش راجع تاني يلعب يعني في انجلترا بعد ما راح امريكا قعد اكتر من سنتين، راجع تاني وعنده حاجه و30. ف لا لازم نبص للموضوع، نبص لهم فين المشكله، فين المواهب موجوده، اللعيبه كويسين موجودين يعني، بس لعيبه كتير جدا مصريين سافروا واحترفوا. في تركه، في تركه كبيره جدا. صلاح الوحيد اللي لفت شويه. ولكن برضه هستنى اشوف صلاح بعد 5 6 سنين فين برضه، ما هو نفس القصه. الاستمراريه. بالظبط، الاستمراريه. فاحنا لازم نحاول نستغل البطوله دي ونبقى نحط اول خطوه في طريق الاحتراف شويه. احتراف الكوره تبقى على 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 مستوى الاحتراف في كل حاجه مش في الملعب بس. يعني الموضوع كبير برضه. بالظبط. احنا كل مره بنتكلم في يعني بنرجع للاساس بتاعنا اللي هو الموضوع لازم يتبني من تحت. بالظبط. فلازم سيستم. الناس بس انا عايزك برضه تجاوبني على نقطه المدير الفني الوطني اللي انت اللي فتحتها لي. تمام. ومدير فني اجنبي، مع ان انت عايز تقول لي للاسف مع ان المدير الفني الاجنبي بيبقى عنده انا هقول لك انا بقى عنده فكر كبير وبقى عنده دراسات اكتر وعنده مدير فني اجنبي بقى محترف. تمام. وعنده تطور في فكره يعني. طبعا. وانت بتقول وممكن اقول ده حاجه كويسه بحيث ان هو برضه مدرب وطني، احنا عايزين مدربين وطنيين على اعلى مستوى. ليه احنا متعلقين او احنا دايما بننجح مع المدير الفني الوطني؟ طيب بص، اول حاجه خلينا نتكلم ان احنا الدوري عندنا هنا دوري ضعيف جدا بصراحه. غير منتظم، اللعيبه عندك برضو غير منتظمه، حتى مستواها على مدار الموسم بتلاقي ماتش كويس التاني كويس، بعد كده ماتشين ثلاثه يهدى وبعد كده يرجع تاني. يعني ما عندوش ثبات في المستوى، عدم ثبات في جدول الدوري، عدم ثبات في الانتقالات كتيره جدا بتحصل نتيجه الفلوس طبعا.
فده بيخلي اللعيبه اوريدي مستواها مش ثابت. نيجي بقى لحاجه ثانيه، اللاعب المصري مش متعود على اللعب بتكتيك، التكتيك عندنا في الدوري المصري مش موجود. هو ده. فالمدرب هو ده. الاجنبي بيحب فاهم او فاكر ان جاي هيلاقي اللعيبه اللي هنا فاهمه تكتيك بالظبط. تمام. بيخش في سيستم. يعني في طرق لعب بجد. فبيجي المدير الفني بيفشل هنا مش معنى كده ان هو فاشل، لا هو بيبقى هنقول ان هو بتبقى قدراته اعلى او ماشي على موجه واحنا ماشيين على موجه ثانيه. فيمكن الموجتين يتقابلوا مع بعض. تمام. فبيحاول يطبق السيستم او طرق اللعب اللي هو شايفها تنفع، فبيلاقي ان اللعيب مش متعود على طرق اللعب، متعودين على اللعب العشوائي. ليه الفني الوطني عارف الشغل والدنيا ازاي بيروح لها، فبيجيب بقى ايه ازاي يقدر قاعد بقى حافظهم ان هو صغيرين كمان، يعني هو ميسي مدرب فاهم ده كويس مع المنتخب وبيعرف يعمل تامر ازاي وبيعرف يعمل ميدو ازاي وبيعرف يعمل ده ازاي، لكن المدير الفني الاجنبي عنده سيستم هتدخل في السيستم اهلا وسهلا مش هتدخل بره بس. وده يمكن بيحصل للعيبه برده لما بتروح تحترف بره، هو ده نفس الموضوع. هو ده اللعيبه اللي بره لعيبه المصريين بيسافر بره فاكر انه هيلعب زي مصر هنا، يلا بينا ويجري وجامد ويلا وراجل يا ولد والكلام ده كله. صح. ما ينفعش بره، بره في سيستم طريقه لعب فرقه عشان يقول لك اللعيب ده ينفع مع الفرقه دي وما ينفعش مع الفرقه دي، مش معنى كده ان هو لعيب وحش، لا يتماشى مع طريقه لعب الفرقه العام بالظبط. يعني زي بالظبط انت تشوف ريال مدريد وبرشلونه يتغير اللعبه كلها بالمدربين بتلاقي نفس الطريقه بالظبط. ليه؟ مدرسه كوره مدارس بالزبط. احنا هنا ما عندناش مدارس للاسف. كان عندنا يعني من فتره طويله شويه مدرسة، كان في مدرسة الأهلي، كان في مدرسة الإسماعيلي، كان في مدرسة الزمالك، كان في. دلوقتي اللعب بقى عشوائي نتيجة الفرق اللي برضه هرجع أقولها تاني، الفرق الغير جماهيرية. الموضوع بقى عايزين نكسب وخلاص. فدي مشكلة رهيبة عندنا جدا، دي اللي بتخلي يمكن المدير الفني لما بيجي مصر هنا الأكترية بنسبة 90% بيفشل، ما بيقدرش لأن هو متعود على سيستم وإحنا متعودين على جميل قوي العشوائي. جميل قوي. هروح للاهلي بسرعه كده وارجع تاني. يعني فايلر عامل حاله طبعا، ليه فلسفه اللي احنا بنتكلم عليه، ليه شكل طبعا، ليه ستايل. دلوقتي تتفرج على ماتش الاهلي تيجي تتفرج على ماتش تاني تحس ان انت رجعت للدوري المصري طبعا بجد. انا مش عشان اهلاوي، انا فعلا لما اتفرجت على ماتش الجونه وقبل كده مع فايلر انا شايف عشان انا بحب التدريب وكده فشايف طبعا. في حاجه مش طبيعيه ما شاء الله ما شاء الله الراجل ده عملها في ايام قليله او طبعًا. في شهور قليله. انت عارف ان عشان اعمل سيستم عايز وقت، لكن الراجل ده عمل شغل واقنع اللعيبه بيه واللعيبه بدات تتفاعل معاه قوي. هل ممكن دي تبقى سياسه نادي؟ اتمنى في سياسه نادي، واتمنى ان اللي بيعمله فالر ده يتنقل للفرق اللي تحت كمان، يتنقل للفرق اللي شايف انا شايفه ولا انت عندك طبعًا. راي؟ انا كنت بنتكلم برده في شخصين هو طبعا باينه من اول، كانت بانت من اول ماتش في الدوري، وبانت جدا في ماتش الجونه الاخير ده خاصة بعد توقف كبير الدوري. بان الاهلي ماسك الكرة كتير جدا، بيمتلك الكرة كتير جدا، مش بيتسرع، بينقل الكرة كتير جدا، وده بيخلي الفرقة قدامك تقع. فهو ماشي حاطط سيستم جديد او طريقة جديدة، والاحسن من كده ان اللعيبة قدرت تترجم ده وقادرة تفهمه، يعني بنسبة كبيرة جدا بدأت تفهمه. لو استمروا كده هتحط سيستم اللي احنا بنتكلم فيه، يبقى في شكل مختلف خالص للنادي الاهلي، وده واضح حتى يعني وان كان طبعا فرق الخبره مثلا وليد سليمان لما رجعنا طبعا فرق الخبره عن في فرق بقى من الخبره هنا ولياقه الماتشات الصغيرين. وليد سليمان رجع ما شاء الله عن ثلاث اجوان ما شاء الله، فرق الخبره هنا طبعا بيفرق جامد جدا طبعا يعني بالزبط. ودي الميزه انك يبقى عندك حد عنده خبره في الفرقه خبره عشان اللعيبه الصغيره لما تطلع تبقى هنتكلم تبقى بقى بس انا حبيت ان انا عشان تتكلم على سيستم ونتكلم على نظام. طيب نرجع للجمهور، كنت عايز تتكلم على الجمهور تحديدا طبعا، وازاي نستفيد من اللي حصل. ما احنا كل مره بنقول كده والله، يعني احنا شفنا البطوله الافريقيه اللي قبل كده والجمهور مالي الدنيا وقلنا خلاص ما شاء الله والدنيا تبقى كويسه، وللاسف لقينا 500 واحد و300 واحد و50 واحد. وبعدين جه المنتخب الاولمبي قلنا خلاص الدنيا تبقى جميله برضو. يعني ايه شايف ايه؟ احنا شايف ان ده وقت رجوع الجمهور، يعني انا مش شايف التعطيل اكتر من كده. يعني جربنا مره واثنين وثلاثه والجمهور واضح ان ده جمهور بيحب الكوره، لان كان في ماتش منتخب مصر كبير محدش راح
يعني لكن الناس لما لقت فرقه دي حقيقة عايزه فكرة. الناس بتحب الكوره دي حقيقه، فاللي بيحب الكوره خلاص احنا يعني خساره ان احنا خسرانين الجمهور، خساره ان اللعيبه تخسر شدة الجمهور وحلاوة الجمهور في الملعب واحساسه باللعيبة واحساسه بالماتشات، لان ده بيدي تواصل رهيب جدا. وده خلي بالك يعني ماتش الجونة كان فيه جمهور، يعني فرق جامد جدا، بيفرق جامد جدا عكس ما تحس انك بتلعب ماتش ودي، يعني الموضوع صعب جدا يعني أكيد أكيد. وده هيضر فيه الأندية الجماهيرية، يعني عدم دخول الجمهور بيقلل كتير جدا، بتحرم كمان الجمهور من متعته هو كمان، اللي وبتدي هو وبتدي فرصه بصراحه، بتدي فرصه للفرق الصغيره او الغير جماهيريه تبقى ند معاك، ان هي تبقى ند مع طب يعني يبقى الفرقه الكبيره هتعمل ايه طب جمهورها ده كله كانت ما بتعملش بحاجه، صح، فده ما ينفعش بصراحه. صح، نتمنى اتمنى نتمنى طبعاً. ان احنا نستغل الحاله الجماهيريه اللي كنا عليها في كل البطولات بصراحه، البطوله الافريقيه الفريق الاول، البطوله الافريقيه للفريق الاولمبي، كان جماهير ميزانيين للاستاد واللعيبه طلعت كل اللي احنا شفناه ده بسبب يعني طبعا توفيق ربنا وبسبب الجمهور في المقام الثاني. تعال نتكلم بقى عن رجوع الدوري، افكر حضرتك بالنتائج، الدوري رجع بطنطا وطلائع الجيش، كان تعادل سلبي، المقاولين واسوان، المقاولين كسب اسوان 2-1، الجونه والاهلي 4-0، انبي والزمالك 2-1، انا قلت انها مش مفاجاه لان انبي نادي كبير ممكن يرجع في اي ثانيه يعني، نادي مصر ودجله 1-0، دي اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي، مصر المقصه حرس الحدود برده كانت مفاجاه 2-1 حرس الحدود، طنطا وسموحه كان 2-2، وبيراميدز واسوان 2-2. شايف اللي انت حاطط ايدك عليه لغايه دلوقتي في المباريات اللي لعبت او اتفرجت عليها؟ بص، هو صعب بعد توقف الدوري طبعا الفتره الطويله دي انك تحكم من اول ماتش، يعني عشان كده في نتائج متضاربه، يعني في نتائج عاديه وفي نتائج مش مفهومه قوي، يعني تبان بعد يعني بعد ماتشين ثلاثه كمان لما الناس ترجع يستقروا بقى واللعيبه تبدا تستقر ويركزوا تاني في الدوري وكده تقدر تبان. لكن انا مش شايف ان برضو في اختلاف قوي لو مسكت يعني الجدول، انا لو الاهلي دلوقتي اول وراء بيراميدز، اقول لحضرتك الجدول، الاهلي مع انه لعب 4 مباريات بس في المركز الاول 12 نقطه، بيراميدز في المركز الثاني لعب 6 مباريات، الاهلي لعب 4 بس برضه 12 نقطه طبعا، النهارده بيراميدز بعد تعادله، المقاولين العرب في المركز الثالث ب 10 نقاط، والزمالك في المركز الرابع ب 10 نقاط، والحرس في المركز الخامس ب 9 نقاط، وباقي بقى الفرق. يمكن الحرس هو بس المفاجاه شويه، كسب النهارده كسب لكن شاف ان بقيت القصه يعني بقيت النتائج طبيعيه جدا. عامه كذا بقول لك كانت صعبه جدا ان انت تقدر يعني تحدد المستوى او تحدد الماتشات قوي في اول ماتش بعد توقف كبير، يعني صعبه جدا. ليه طبعا ليه الاهلي بدا كده؟ الاهلي ولا بص قول لي الخبره، تمام الخبره، الجمهور، لعبة كانت مركزة جدا، واضح من اللي لسه بنتكلم فيه ان هو مش مجرد كسبه وخلاص، لا هو مشوف الاهلي كسبان ولغاية اخر دي عايزين يجيبوا كمان، يعني هو موضوع لو اتفرجت يعني على لقطة فايلر مع الحكم الرابع خدت بالك؟ لا ما خدتش بالي الحقيقة. فايلر كان في حد اتصاب، لو اللقطة دي معانا يا ريت نجيبها برجاوي، كان في حد اتصاب في الوقت الضايع وفايلر راح الحكم الرابع قال له اديني الوقت. فدي بالظبط، فهو ده بقى اللي انت تقدر تقول عليه وتدوس عليه ويكمل كده تاني، يعني دايما بيقول الاهلي لما يكون متعادل او حاجه لغايه اخر دقيقه بيجيب جون في الدقيقه الاخيره، لا ده واحنا كسبان بقى دلوقتي 3-4 وانت لسه عايز تكمل بالزبط. كمان زعلان جدا ان في وقت بيضيع بالظبط. ليه؟ لان مش مجرد 3، يعني الاهلي بصراحه كان مفاجاه بالنسبه لي جدا. الماتش من اوله لاخره الاهلي ماسك الكوره تماما، وماسكها بلعب مش ماسكها لمجرد ضعف الفرقه قدامك ولا حاجه بتفرق. انا ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، انا خلي بالك مش بعد من الماتش، انا من قبل الماتش وانا براهن كان كل ضيف يجي هنا كان يقول لي انا متخوف ولا انا مش متخوف، انا عارف ان الراجل ده اي مدير فني يا كابتن تامر اللي هو عنده فكر، اللي هو عايز وقت على طول، عايز وقت على طول يحفظ في اللعيبه ويطبق اسلوبه ويطور في اسلوبه، عارف لو قلت له الدوري كل شويه توقف اقول لك يا سلام، انا عايز احفظ اللعيبه وعايز وقت اكتر واكتر كمان. فانا كنت متفائل من النقطه دي، بس ان هو الراجل اللي خلاه يعمل كده قبل توقف الدوري فتره قليله جدا، وحفظ ويطور في رمضان ويطور في حسين ويدي الثقه للناس كلها،
اكيد لما يلاقي وقت ثاني اكيد هيطور اكتر واكتر. اتمنى كده كنت داخل من المدخل ده بس يعني اتمنى بصراحه، لكن اللي احنا شفناه ده يا ريت نكمل بيه ان شاء الله، يا ريت ننقله برضو للاصغر، ودي نقطه مهمه جدا ان نخلي الولاد الصغيرين اللي هم مش صغيرين يعني فرقه مثلا 20 سنه 19 سنه 17 سنه يمشوا، لو السيستم ده هو حطه بالمنظر ده ياخدوا التمرينات دي وشوفوا الدنيا ماشيه ايه، شخصيه المدير الفني بالظبط، بحيث ان انت في الاخر يبقى عندك لعيبه لما تطلع تبقى شاربه الموضوع ده من بدري. اتجاه فعلا يعني يا ريت، لان ده كان بيعمله فايسا زمان بالظبط في النادي، لما كنا في ناشئين زمان كان بينزل يتفرج علينا واحنا عندنا 16 سنه، كان بينزل يتفرج علينا في التمرين، وكان وخد مننا، كنت طلعت انا وهشام حنفي واحمد سامي مش فاكر مين تاني، طلعنا تمرين احنا عندنا 16 سنه كنا بنتمرن مع الفريق الاول، انت متخيل؟ يعني عدينا الفرقتين اللي فوقينا كمان، ليه؟ كان عايز يحط سيستم. انا اسف ان انا بقطعك، دي لقطه دي هيروح، المفروض هيروح فايلر دلوقتي للحكم الرابع يكلمه في الوقت. عارف الدقيقه كام؟ كانت الدقيقه كام؟ الدقيقه 94 92 92 يعني داخله في 93. ما هو ده اللي راح اللي كلمه قال له هو واقع ليه، ويعني دي انت عارف لغه الكوره معروفه، وعايز الوقت بتاعي بالظبط. ده الجديد اللي حضرتك بتتكلم برضو فيه، دي مهمه جدا مهمه جدا ان تنقل كمان مش للفريق الاول، لا اللي تحت كمان واللي تحتيهم كمان بالزبط. لو فضلت دي هتلاقي هيطلع جيل ورا الثاني شارب السيستم ده وعنده الرؤيه دي، شايف ان هو عارف انه بعد سنه او سنتين هيبقى فوق، هيطلع يعمل ايه؟ لسه هيشوف فوق في ايه؟ يعني هي دي النقطه، احنا بنحاول نعمل ده، وما ينفعش حد يعمل في مصر كلها الموضوع ده الا الاهلي بصراحه. صح السيستم والكواليتي بتاع المدرب طبعا، مش هينفع برضه اجيب اي مدرب، انا بتكلم في العموم، بتكلم في العموم طبعا، حد ليه بصمه اللي هو يطبق لي السيستم وانا عارف هو بيطبقه ازاي، يعني بيبقى في تطوير بقى للمدرب، وفي موضوع برضو عايز اهتمام شويه عشان تلاقي بعد كده نفس المدرسه من اول ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لغايه الفريق الاول، وده يخلي بعد كده خلي بالك بقيه الانديه تشد معاك لما لقوا الموضوع كده، تلاقي الاسماعيلي راح عامل كده، تلاقي الزمالك راح، الفرق الثانيه هتروح عامله كده، بعد كده يبقى عندك دوري قوي فعلا بجد، فاهمني؟ هو ده اللي احنا محتاجينه في مصر هنا، اللي انت في الاخر كل ده برضو بيصب في منتخب مصر في الاخر، ما هي نفس الاشكال قلت لك لما اتكلمنا من الاول، هي اللي احنا كل اللي اتكلمنا فيه ده كله هو خط واحد، ان انت في الاخر منتخب ثلاثه، منتخب الاولمبي اللي هيروح مثلا نلعب في الاولمبي، طب ما هو في الاخر انت عايز تطلعه للمنتخب الاول، ما انت هتضرب بيهم على طول ده، انت عايزه عشان المنتخب الاول، عشان عايز توصل كاس العالم اللي جاي، وعايز بقى توصل، لا احنا دلوقتي تخاف انك توصل، لا احنا عايزين مش نوصل، احنا عايزين نبقى هنوصل، بس عايزين نروح ونعمل حاجه بقى. يبقى لازم سيستم سنتين ثلاثه كويسه، يا ريت. قلت لي الجمهور بيحب الكوره عشان كده كان بيروح للمنتخب الاولمبي طبعا، وكمان اللعيبه هي اللي فرضت على الجمهور ان هو يروح لها طبعا، صح كده؟ طبعا. طب ايه اللي حصل في المنتخب الاول ولا ده طبيعي؟ المنتخب الاول بص انا شايف ان بص انا شايف كان اختيار الكابتن حسام بدري اساسا من الاول اختيار مش صح، وجهه نظري الشخصيه. كابتن حسام عنده يعني مشكله شويه في التعامل مع اللعيبه، يمكن اول ما جه برضه قصه محمد صلاح قصه طلعت من لا شيء، ما كانتش موجوده اساسا. ف يعني في حاجات حتى بره الفنيات اتضرب بشكل خاطئ من البدايه، يعني الموضوع خد شكل قصدك على مشكله الشاره حاجه ملهاش لازمه اساسا، مش موجوده اساسا خالص، واكيد لعيب كبير زي محمد صلاح مش شرط الكابتن اللي هترضيه ولا المشكله طلعت من لا شيء اساسا، فواضح ان في شيء من التخبط في الاداريات، وده هينعكس طبيعي جدا. غير كابتن حسام كان ماسك بيراميدز وفي مشاكل كتيره قوي مع بيراميدز الفتره الاولانيه بالذات، وستيل لغايه دلوقتي والسنه اللي فاتت، ففي مشاحنات وفي لخبطه، انت عايز حد مستقر جدا، يعني تعرف تجمع لعيبه كويس جدا ما تبقاش فيه مشاكل. غير كده وكده بقى كمان اساسا المنتخب الاول من بعد كاس العالم بعد كاس امم افريقيا كمان الناس واخده على خاطرها قوي، يعني فمستنيين حاجه عاليه جدا من المنتخب الاول، لا والعكس، فالناس تحس ان هي ايه جالها صدمه، يعني كان ده منتخب بلد وده منتخب بلد تاني، يعني ايه الناس، عشان بقول لك الناس بتحب الكوره ليه،
الناس زهقت من المشاكل، الناس زهقت من اللخبطه، الناس من التوقفات الكتير ومن المشاكل بين الانديه كتير ومن يعني زهقت من الكلام ده. لما لقيت حد بيلعب كره كويسه جريت عليه بالظبط. فالناس دلوقتي صدقوا بالظبط. فبقول لك دلوقتي الناس دلوقتي ما عندهاش استعداد انها تنزل تروح استاد غير ان هو فعلا بيحب الكوره وراح يتفرج على حاجه كويسه. ما فيش حد ينزل من الاستاد عشان هو يعمل مشكله ولا خلاص يعني الموضوع صح انتهى صح تماما يعني صح. فدي انا شايف ان دي فرصه مهمه جدا ان احنا نرجع الحاجه الحلوه للناس ونرجعها للعيبه ونرجعها للدوري ونرجعها في الاخر للمنتخب ككل يعني. طبعا كابتن حسام بدري في احد تبريراته بالاداء يعني قال ان توقف الدوري اثر سلبيا على اداء المنتخب الاول مع ان توقف الدوري كان على المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. ما انا بقول لك اهو قلت لك اهو انا شايف ان كابتن حسام البدري كان اختيارك كان في وجهه نظري كان خاطئ جدا لقياده المنتخب الاول الحقيقه بصرف النظر عن الفنيات يعني. لما بتتولى منصب جديد بيبقى عندك كل الصلاحيات مش كده؟ المفروض صح؟ طبعا. فانا في ايدي ان انا كنت اختار كل الافراد بتاعتي كل اللي انا عايزه، انا جاي بقى يعني عايز اعمل حاجه، عايز اعمل اصلاح، فانتوا هتساعدوني ان اعمل اصلاح يا اما شكرا. بص هو الموضوع برضو لازم ناخده ككل، احنا مشكلتنا في مصر هنا حقنه البنج. احنا عايزين حقنه البنج عشان ننسي الناس حصل ايه. بس الناس ما بقتش تنسى خلاص. الناس ما بتنساش بالظبط. وحقنه البنج ما بقتش تنفع، انت عايز حاجه بجد، عايز حاجه تبقى موجوده بجد. عايز اداء مستمر. قصه ان انت ماتش عالي وثلاثه مش موجود من الناس ما بقتش قادر عليها وغصبا عنها بتبدا تنقل اتجاهاتها لبلاد تانية. احنا دلوقتي بنتفرج على الدوريات بره اكتر ما بنتفرج على الدوري بتاعنا. تمام. ليه؟ لان يعني شايف كواليتي كويس جدا، شايف شغل في الملعب كويس قوي، بنبسط كويس جدا، فهروح اتفرج عليه. وده اللي حصل في منتخبنا 23 سنه، ما حدش كان في دماغه خالص منتخب 23 سنه. خالص نهائي. نتكلم كل بصراحه، كل الضيوف اللي جم هنا كانوا متخوفين ان احنا ما نطلعش من بالزبط. الدور الثاني يعني. ولا حد كان بيفكر يروح استاد نهائي. صح. ولا الكلام ده خالص. صح؟ صح. لكن لا، فجاه عشان حسوا ان في حاجه بجد بتحصل، حسوا ان في لعيبه بجد، حسوا ان في الموضوع بجد، راحوا لغايه ما الاستاد اتملى على اخره، وده ما حصلش. عملنا ريكورد كمان عالمي. ودليل ان هم خدوا بطوله اول مره مصر تاخدها. يعني يبقى احنا بنتكلم في ان ايه؟ ان اول مره منتخب عربي كمان يتوج بيها. طيب يبقى احنا كده بنتكلم في موضوع مهم جدا ويدل على حاجات كتيره جدا. في نقطه مهمه جدا كنت عايز اتكلم فيها، قصه رمضان صبحي. قول لي. تمام؟ انا اسالك على اللعيبه اللي انت شايفها كمان. نتكلم عن ظاهره رمضان دلوقتي. رمضان لعيب كويس طبعا، لعيب صحته كويسه وامكانياته كويسه، بس محتاج سيستم زي ما بيقولوا، محتاج طريقه، محتاج حد يفهم طريقته شويه، مش هو اللي يفهم طريقه، لان يعني رمضان ليه حد يعرف يوظفه كويس. بالظبط، ويطلع اللي هو فيه. رمضان صعب يخش في سيستم لكن سهل توظفه. تمام. هو بيعتمد على الصحه، بيعتمد على الحماس، بيعتمد على مهارته، فبيبقى لعبه الى حد ما فردي حبتين. تمام. فده تقدر تستغله، تقدر توظفه صح، المدرب الصح يعرف يوظفه ويطوره صح. كمان. تمام. لكن خلينا نتكلم على تقييم رمضان قبل وتقييمه بعد. تمام. قبل البطوله رمضان رمضان صبحي لعيب كويس جدا طبعا، ونجم الاهلي وسافر قبل كده بره، وكانت رحله الاحتراف ما كانتش موفقه، ولكن رجع هنا عشان رجع تاني لنادي لعيب كويس جدا. ما قلناش حاجه. طب ما تخلينا نقيمه عشان يبقى كلامنا واقعي جدا، قبل ما سافر انجلترا وبعد ما جه من انجلترا. لان هو رمضان اتطور في الاهلي مش اتطور في المنتخب. ما انا بقول لك هو على فكره لو انت عندك قول لي برضو، لو انت لا قلت اتطور في المنتخب اكتر قول لي. لا هو لا، رمضان مع الاهلي رمضان مع الاهلي احسن بعد فايلر ما مسك. طبعا رمضان مع الاهلي احسن كتير، وده لعده اسباب. لك انا اكلم لك على سبب واحد مهم جدا، يعني ان خاصه رمضان بالذات بشخصيته دي ما ينفعش يقعد احتياطي خالص. تمام. لازم يبقى في الملعب. هو راح انجلترا ما لعبش، ما كانش بيلعب كتير، ده خلاه مش مظبوط نفسيا. هو لما هنا رجع واحد تاني، اول ما رجع الاهلي هنا واحد تاني. تمام. فولر عرف يوظفه كويس وتركع على المنتخب. طيب مع المنتخب اهو، خلينا نتكلم حته التقييم. انا عايز اطلع من قصه رمضان، مش هتكلم عن رمضان كرمضان، لكن هتكلم على رمضان صبحي وناخد منه فكره التقييم للعيب. اوكي. ان لما اللعيب
بيلعب في منظومه كويسه، وبيلعب في مدرب فاهم امكانياته كويس جدا ويوظفه كويس، ويلعب بطوله. هنتكلم لو هتقيم هتقيم بطوله بالظبط، يبقى انت بتتكلم على بطوله كامله، يبقى اللعيب ممكن قبل بطوله يبقى حاجه وبعد البطوله يبقى حاجه ثانيه خالص. وده يمكن اللي حصل بره، حتى في سعر رمضان لما بيكتبوا سعره دلوقتي سعره اختلف تماما من قبل البطوله دي لبعد البطوله دي بالظبط. طيب خلينا نعمل كده، نفسي بقى نطلع من القصه دي، ان ازاي بطوله ممكن بتقييم ماتشات كلها بتاعتها. البطوله دي بالنسبه لي زي بطوله الدوري، تمام؟ هاخدها خط كده، اربع ماتشات. لازم نبدا نقيم اللعيبه في مصر بناء على التقييم اللي حصل لرمضان ده على مدار البطوله. انت عايز مستوى حقيقي بالزبط. عايز تقييم حقيقي بالظبط، نفسي تقييم حقيقي. سوء مصر على مزاجي. نطلع من تقييم بقى ده رمضان في البطوله دي، ان احنا ننقله للتقييم الدوري. نفسي انديه الدوري او الاتحاد يحط نظام لتقييم اللعيبه فعلا طول الدوري، مش قصه اللعيبه النادي ده عايزه والنادي ده عايزه وده يعلي السعر وده يعدي السعر وده، في الاخر بتلاقي تقييم خاطئ تماما. تعال نسهلها شويه عشان هي حلوه قوي قوي المدخل اللي انت دخلت فيه. تقييم رمضان مثلا قبل البطوله الافريقيه هنقول مثلا مليون جنيه بالظبط، بعد البطوله الافريقيه بقى ب 10 مليون جنيه بالظبط. عايزين نقيم لعيبه الدوري من اول ماتش في الدوري لاخر ماتش في الدوري، هو التسلسل بتاعه كان ماشي ازاي، الخط بتاعه مايل بينزل بيطلع كام. لان تقييم رمضان صبحي حصل ايه؟ اللي شافوا الماتش واثنين وثلاثه واربعه اللي هو ايه، هنقول اللي هو الدوري ده عباره اربع ماتشات اللي هي البطوله تمام، شافوه في الماتشات كلها بناء عليه سعره بقى بعد البطوله كذا بالظبط، مش في نص البطوله بره كده بالظبط، مش في نص البطوله ولا بعد اول ماتش. يعني احنا عندنا ملايين بس من غير يعني ازاي كلها إيه؟ كلها لان دخول لسه مصر ومجالس الادارات مع بعض والتظبيط مع بعض واللعيبه وده الحق النادي ده هيخطفه والحق النادي ده هيخطفه والحاجات دي كلها. لكن خلينا هي ما فيهاش خط، ما بره اللي عايز يخطف اي حد يخطفه، مفيش خط مفيش خط. في اللعيب ده ليه خط كده رسم بياني طول السنه، لعب كام دقيقه، باص كام باص، الميس باص بتاعه قد ايه، اداؤه مع زمايله عامل ازاي، انذاراته عامله ازاي في الماتشات، في اول الماتش بيبقى كويس ولا في اخر الماتش، في الماتشات المهمه ولا لا، في الماتشات الكبيره ولا في الماتشات الصغيره بالظبط. حاجات كتيره جدا بناء على اللي بتطلع بتقييم حقيقي. لو طلع بتقييم حقيقي لعيبه مصر كلها صح، كلها هتقيم صح، هتلاقي عندك في الاخر كواليتي كويس جدا، وهتلاقي عندك اللعيبه بتنحت في الصخر بجد صح، لانه هيتقيم بناء على ادائه مش هيتقيم بناء على تربيطاته، فاهمني؟ فانا نفسي من قصه رمضان صبحي ان احنا نستفيد منها كتقييم، ننقلها بقى للشعب المصري او للجمهور المصري او للاعلام المصري، وننقلها للعيبه المصريين من خلال الاتحاد طبعا، لازم هو المسؤول الاول عن الموضوع ده، علشان نستفيد من البطوله دي ونستفيد من رمضان بالمنظر ده، ان احنا نقدر نخلي نطلع بايجابيات تقدر في الاخر نبقى بنتكلم في حاجه بجد في الكوره، مش مجرد ان احنا بنهلل وناخد بعضهم من غير ما نحلل كل حاجه كده ونمشي وخلاص زي الجمهور العادي. الجمهور العادي عايز يبسط. المفروض يبقى في الاتحاد لجنه للتقييم، مش عارف المسمى ايه بصراحه، انا مش موجوده طبعا، بس لجنه للتقييم وتسعير اللعيبه بمعنى يعني عام يعني واشمل. المفروض يبقى في الاتحادات كده، مين اللي بيقيم ويسعر اللعيبه؟ لا ده في الاتحاد المحترف، قصه طويله ومش هينفع نتكلم عليها في الهواء اساسا. ما فكرتش ترشح نفسك في اتحاد الكوره؟ ارشح نفسي ليه؟ لو حد عايزنا في حاجه احنا موجودين. طب ليه ما ترشحش نفسك؟ عشان ترشيح ده قصه ثانيه خالص، ما هي نفس القصه يعني زي الانتخابات كده، هي لعبه مش مجرد واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش مجرد انت عملت ايه او فكرك عامل ازاي او ايه اللي عندك، لا القصه كلها تربيطات برضه، زي قصه سمسره اللعيبه وسمسره المدربين والموضوع ده كله، وده اللي وصل بينا السنين دي كلها في اللخبطه اللي احنا فيها دي. انت بتلاقي لعيبه، معلش، في لعيبه بتاخد بارقام غريبه جدا بس ما فيش قصادها اداء. طب ما تدخل وتحاول، يعني انت وكذا حد بجد والله العظيم يعني مثلا انت وكذا حد اللي عنده افكار وعنده حاله احترافيه وعايز يطور. والله انا ممكن ادخل اعمل، ادخل واعمل برنامج وقول بعد كده يعني يا سيدي المره دي في تربيطات، المره الجايه اكيد الموضوع هيبقى مختلف. احنا نبدا نسال نفسنا يا جماعه في واحد عنده برنامج ازاي ما اخترتهوش، لكن انت طول ما انت واخد جنب
وانا واخد جنب ومش عارف جنب على فكره انا قاعد معاكم بنتكلم في الموضوع لا والله بجد بجد جنب على حاجه الموضوع انا بصراحه بزعل قوي لما بلاقي في نماذج انا بقعد بحاور ناس كتير بعرف انا العقليات الاحترافيه ايه وبعرف اللي هو شكرا وكده وخلاص في عقليات احترافيه كتير جدا برضو نفس الكلام انا ايه اللي يخليني ادخل وانا عارف اللي فيها طب ما تدخل واحنا نتكلم وازاي يا جماعه في ناس دلوقتي داخله برنامج انتخابي في كذا وكذا 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 على الاقل هتعمل برنامج على الاقل تدخل ببرنامج على الاقل الناس اللي جنبك هيبداوا هم يتكسفوا شويه ويطلعوا برامج مش داخل اللي هو داخل انا كده هو والله انا النجم الحاجة. داخل انا يعني انا الكلمتين اللي انت بتقولهم دول يبسطوني جدا وكل حاجه انا مستعد اعمل ده من غير ما اخش اتحاد فاكتر من كده لو حد عايز يعمل حد عايز افكار حد عايز يشوف ممكن نعمل ايه انا وغيري من زمايلي كتير ان احنا نساعد ان احنا نحط سيستم للاتحاد مع احترامي طبعا كل الاسماء اللي هناك او فكره صغيره باش نخلي خلي بالك مفيش دلوقتي في لجنه هتدير الاتحاد فتره وشكرا انا بكلمك في الانتخابات بجد اللي جايه ما تعمل ما تشوف حد بعقليتك واعملوا ندوات ادخلوا في الانديه اعملوا ندوات برنامج بجد والله العظيم اصل مين اللي هيطور ومين اللي هيعمل ممكن كلنا قاعدين بنقول ايه احنا عارفين هي دي حقيقه طبعا في تربطات وفي احنا عارفين كل حاجه بس احنا هنفضل قاعدين بنتفرج لغايه امتى نتفرج ما بتفرجش على حاجه بالعكس هو الواحد بيحاول قد ما يقدر زي ما باجي اطلع انا اقول لك على حاجه انا تقريبا ما بطلعش برامج خالص تقريبا يعني انا باجي بس هنا طبعا قناه النادي الاهلي وباجي لك مخصوص احنا انت بتديني مساحه ان احنا نتكلم في مواضيع في بجد في المصلحه العامه يعني وواضح جدا لكل المشاهدين وفي الاخر عارف ان في جمهور او مشاهد او متلقي هيفهم الى حد ما اللي انت بتتكلم فيه فيبقى مهتم يعني لكن غير كده الناس كلها بتتكلم في نفس الحاجات يعني فممكن الفتره اللي جايه دي يعني فكر نفكر في القصه دي اتمنى فكر تعالى نشوف الاختلاف بين استغلال فترات التوقف برضو خلينا نتكلم في العموم عشان ما نوجهش الكلام لحد لو في اي دوري في مدربين محترفين بيتقاضوا اجور كبيره جدا طبعا ازاي انا استفيد من فتره التوقف وازاي انا اول توقف ليا اخسر فيه واتعادل فيه اظهر بمظهر باهت جدا وانا مدرب محترف باخد فلوس عاليه جدا جدا وباخد فلوس بالدولار ايه الفرق الفرق بقى الاداره فرق الاداره فرق الكيان اللي هو بيشد اللي انت اي حاجه من غير اداره ما تنفعش يعني سوريا لو فتح كشك سجاير لو صاحب صح البوش ده مش مظبط الدنيا ومظبط حساباته ومظبط شكله ومظبط مواعيده وكل حاجه موجوده مفيش حاجه تنقص مفيش حاجه هتلاقي انت بالنسبه لك المكان ده خلاص تمام يعني هتحس ان هو الكشك ده هيبقى شركه كبيره جدا بالنسبه لك يعني فهو ده اللي بتكلم فيه ان الاداره هنا بيبقى عليها عامل كبير جدا ازاي تفضل توصل الـ 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 الاجهزه الفنيه اللي تحتيك وتوصل مجلس الاداره توصلوا لاعلى نقطه زي ما بيقولوا زي ما احنا بنتكلم في الكوره عندنا في مدرب يعرف يوصلك ليوم على مدار الاسبوع مثلا يوصلك ليوم الماتش في اعلى صح حاله نفسيه ليك واعلى حاله بدنيه ليك اعلى فورمه بالظبط مع انك لسه قدامك اربع ماتشات اربع ايام فتقول لسه بكره ولسه تمام. بعد فالمدرب هنا والاداره اللي بيدير القصه بيعرف ازاي يعلي النقطه دي لغايه يوم الماتش يمكن الكابتن جوهري الله يرحمه كان عنده الحته دي يقدر يوصل اللعيبه وانت نازل خارج من اوضه اللبس نازل على دي اعلى حته نفسيه ليك وحماسيه ليك وبدنيه ليك. اعتقد الكابتن شوقي غريب في الحته دي شويه. بالظبط يعني لان الكابتن شوقي غريب ما هو مدرسه الكابتن مدرسه الكابتن جوهره طبعا بالزبط. يعني ف الاداره هي اللي تقدر تخلي المدرب والمدير الفني واللعيبه الشده اللي هي بتاعت المكسب مش الشده بتاعت الانهيار اللي في فرق بين ان انت تضغط عشان تزق اللي قدام وتضغط عشان تكسر يعني فاهمني؟ فده بيبان على طول بيبان في الاداء بيبان في التصريحات بيبان في كل حاجه يعني بتبقى فيه زي نوع من الثبات ونوع من الهدوء وانت جميل ماشي في طريقك جميل كان. جميل انت بترجع كل الكلام ده للكيان والاداره طبعا تمام نادي مصر كسب دجله 1-0 بيراميدز النهارده تعادل مع اسوان الامكانيات اسوان المعدومه يعني المعدومة. قلبي معاهم بصراحه قلبي معاهم جدا
طبعاً. طول عمرنا بنقول اسوان لازم يبقى ممثل دائم في الدوري. اسوان طبعا مدينه السحر يعني. مش عايز اقول لك لما بكلم مجدي وصاروخ بيقولوا لي اسوان معروفه بصراحه يعني بيحاولوا يجيبوا امكانيات يدوب يعني اللي هي تكفيهم يدوب. بيراميدز النهارده تعادلوا وكان ممكن كمان اسوان يخطف المباراه. نفس القصه دجله، نفس القصه ال في كمان ماتش كمان انبي والزمالك، لا دي ما كانتش مفاجاه. طنطا وسموحه 2-2 برضو مفارقات. ده زي انت رجعت عشان ده اول ماتش في الدوري وانا بقول لك المفروض ان انا استعد. لكن مثلا اسوان على فكره عندهم لعبة كويسه جدا قوي، فرقه جدا كويسه كويس جدا كمان. جهاز فني عايز يعمل حاجه وده اللي بيعوض حته الامكانيات اللي بنقول عليها. تمام. وفي فرق بين ماتش 0-0 ماتش ده تعادل وفرق بين 2-2 لا هنا في شغل وهنا ممكن تكون اللي هو كنت ماسك نفسك وخلاص في فرق. تمام. ان انت تجيب جونين وفي فرق بين انت ماتش يخلص 0 فالتعادل هنا غير التعادل هنا خالص يعني. تمام. هي نقطه واحده ولكن طبعا في فرق طبعا. لكن فرقه اسوان فرقه كويسه جدا بيلعبوا كوره كويسه جدا، شوفوا كذا ماتش لا بينقلوا كوره عندهم لعبه كويسه جدا بس ممكن الامكانيات. لكن شعب اسوان شعب بيحب الكوره بطريقه وجمهور ويعني اتمنى ان الناس يعني تقف ورا الفرق اللي ليها جمهور. من زمان بنقول كده الفرق الشعبيه يعني بالظبط هي دي ليها حلاوه. المنصوره شرقيه طبعا محله. اتمنى ان ده يبدا اسوان تشد وراها كل الفرق الثانيه ان شاء الله. بالظبط. تعال نروح لحته بعيده شويه كده. ابراموفيتش دخل كشريك في احد الانديه الدوري السويدي. شايف فكره استثمار لعيب في نادي ولا ابراموفيتش اساسا مختلف في كل حاجه؟ دماغ ثانيه خالص، كواليتي ثانيه. كواليتي ثانيه بس لا يعني بره على فكره في كتير بيعملوا كده. يمكن رونالدو طبعا برازيل نادي بلد الوليد هو اللي اشترى النادي وظهر بشكل كويس جدا في الدوري. تمام. عمل نتائج كويسه. ابراموفيتش جاي على فكره. ديفيد بيكام برضو امريكا اشترى نادي. ف هو ده اللي بنتكلم فيه بقى، الرؤيه والفيجن بتاعت اللعيبه وثقافتهم وازاي بيرجع يستثمر وازاي بيرجع يحط فكره كمان غير يحط خبرته وفكره في المجال بتاعه غير ان هو معاه فلوس فبيرجع يستثمر فده بيفيد المنظومه كلها. فطبعا اتمنى ان احنا الفتره اللي جايه دي اتمنى اشوف حد من اللعيبه اللي اعتزلوا اللي فاتوا ان هو يرجع يعمل حاجه زي كده، يبقى عنده الثقافه او الرؤيه ان هو يرجع يستثمر في الكوره بجد تاني. صعب ويستثمر في اللعيبه تاني ويبقى يعني اتمنى. معلش بس كل حاجه لازم تبدا بخطوه. انا سمعت الاداره اصل ابراموفيتش انت بتشوف تصريحاته هو كمان كاركتر و... لا ده خطير. انا شفت التصريح بتاعه لما جه يمشي من امريكا عمل مؤتمر صحفي وقال لهم خلاص ابراهيموفيتش هيمشي من الدوري ارجعوا اتفرجوا بقى على الكره الامريكيه بتاعت الدوري. مش طبيعي. فهو لا مش طبيعي. لكن بص دي حاجه ولكن الحركه اللي بنتكلم فيها دلوقتي ان هو رجع يستثمر تاني في الكوره ويشتري نادي ويحط خبرته ويحط فكره تاني ده موضوع يدل برضو ان الناس دي ما بتتحركش من فراغ. الناس دي ليها رؤيه وليها سيستم ومستثمرين وعندهم فكر. واتمنى ان احنا نوصل للفكر ده او نبدا نحاول نوصل الفكر ده للجيل الجديد. يعني اتمنى واحد مثلا زي رمضان صبحي لما يكبر كده ان شاء الله ويعتزل كده انه يرجع يعمل حاجه زي كده. الجيل الجديد ده اتمنى ان هو يبقى عنده الفكر ده ان شاء الله ننقل بيه الاجيال اللي جايه لحته ثانيه يا رب. هي انا برضو عايز اسالك سؤال. الاداره كفكره عامه او اداره مؤسسه مثلا خلينا في اتحاد الكوره عشان انا دايما مش عايز اقول بختلف لكن طبعا كل واحد ليه رايه واحترامه. كانوا يقول مثلا الدكتور عمرو الجنايني مش بتاع كوره بس انا بختلف بقى في الحته دي طبعا. انا بتكلم على واحد بيدير منظومه هو بس هو كان اتاخر شويه ان هو يعمل لجان مسؤوله بقى اللي هو جايب واحد بتاع كوره تمام لجنه مش عارف عشان التحكيم لجنه مش عارف تنظيم المباريات او اداره المباريات كده ان انا بس انا اللي بدير مش لازم اكون انا فاهم كوره عشان ادرها. لا مش شرط حضرتك. إيه بره رجال الاعمال كلهم مالهمش دعوه بالكوره خالص هم شارين انديه. بالظبط. نفس الفكره بالظبط. بيدير منظومه. هو راجل مدير عنده اداره عنده فكره الاداره. الاداره في اي منشاه في العالم هي واحد. جميل سواء كوره او غير كوره او يعني هي واحد. فالاداره
لو الإدارة فاهم في الإدارة فيقدر يجيب تحتيه المتخصص ويعرف يعمل عليهم الرقابة، يدير بقى هو اللي بيدير والمتابعة بالظبط. هو ده اللي هو هي دي الإدارة، مش شرط خالص أنا عشان ما أكون بلعب كورة ما ينفعش ألعب أفتح مثلا أكاديميات مثلا تنس، لا أقدر. تمام، هي إدارة مش أكتر من كده. تمام، فالفكر اللي هو لازم يبقى من ضمن الموضوع، لا اللي بيدير حاجة والفني شيء حاجة ثانية خالص. تمام تمام، تعال نروح علشان وقتنا بدأ اهو. يعني الوقت معاك بيجري على طول. انت الوقت معاك بيجري والله يا كابتن. الاهلي والنجم الساحلي، مباراة ايه شايفها ازاي؟ مباراة صعبة جدا طبعا ومرتقبة زي ما بيقولوا. طبعا أندية الناديين ناديين كبار جدا. تحس ان عمر بنوب، انا اسف يعني تحس عمر بنوب قاعد بيقرا، انا بكتب جريد وعشان اسالك عليه وبقول لي جريد ماشي يا كابتن عمر. فطبعا لا ماتش مهم جدا، ماتش قوي جدا جاي بعد توقف شويه، ولكن الشكل اللي انا شفته من النادي الاهلي في المباراه الاخيره، المكسب الكبير اللي كسبه النادي الاهلي الماتش اللي فات ده في الدوري ادى روح، وكانت مهمه جدا ان الماتش اللي فات ده كان مهم جدا للمباراه اللي جايه. فانا شايف ان الاهلي جاهز بنسبه 80% جاهز لماتش زي ده طبعا يعني. وان كان ممكن بقى اللي يفرق برضه في الفتره دي الخبره شويه، يعني الماتشات دي محتاجه نوع اللعيبه الكبار اللي عليهم عامل كبير شويه، لان لسه اللعيبه صغار ما سخنتش، لسه ما دخلتش جوه الدوري اساسا، فتخش جوه البطوله افريقيه. فطبعا ماتش تقيل لكن ماتش صعب، يعني ماتش صعب ولكن الاهلي جاهز. الاهلي جاهز يعني بالاداء اللي انا شفته، ويمكن اللي حسيته في الماتش وانا بتفرج على ماتش الجونه ان المدرب لا عايز يعمل حاجه يجهز بيها للماتش اللي بعده، وده يمكن الرؤيه بقى اللي بنتكلم بيها، ان انت مش بتبص تحت رجليك، لا انت رايح لحته ثانيه يعني. فماتش صعب، اتمنى ان يعني النادي الاهلي لو مشي بالاداء والحماس والنظام اللي شفته جوه الملعب للعيبه ده افتكر انه هيعمل ماتش كويس ان شاء الله يعني. النتيجه مطمناك ولا الاداء اقنعك؟ المدرب اقنعك ولا اللعيبه اقنعتك؟ انا عايز برضو ايه تفك لي الحوار ده. بص هو الاثنين يعني الاثنين اقنعوك، لا يمكن اللعيبه كلها تقنعك من غير ما المدرب يكون يقنعك. تمام، انما ممكن لاعب واحد يقنعك بس، يعمل كره فرديه يجيب جون ممكن، والفرقه كلها تبقى وحشه والمدرب يبقى وحش ممكن، ولاعيب فردي ترك يعمل كره فرديه يعمل. لكن لو اللعيبه كلها اقنعتك لا يمكن يكون المدرب مش ما بيقنعكش، المدرب ده هو اللي بيأثر في اللعيبه كلها. تمام تمام، فانا شايف ان المدرب واللعيبه انا شايف ان هم لا الاداء اللي انا شفته يقنع جدا، ان في سيستم وفي طريقه وعايزين يعملوا حاجه، يعني ماشيين على طريق معين، ودي اهم حاجه للماتشات الخاصه مع الفرق الكبيره زي المساحه. لو قلت لك ممكن فايلر يعمل ايه في المباراه دي؟ ممكن يفاجئنا بيه، ودايما في كل مباراه كبيره تلاقيه عامل حاجه احنا بنستغربها. يعني في اول مباراه دي مع الزمالك لما لاعب جونيور اجاييه راس حرب، احنا قلنا ايه جونيور اجاييه راس حرب ده كان بعيد جدا عن راس الحرب بقى لنا فتره طويله، وجونيور اجاييه كان نجم المباراه. رمضان شفناه بدأ يدخل لجوه ويشتغل لجوه، قلنا رمضان لقينا رمضان مقنع جدا بدأ يدخل لجوه بدأ يجيب اجوان. ممكن يعمل شكل جديد، ممكن يفاجئنا، ممكن يبدأ المباراه ضاغط، ممكن يعني يبقى عامل حسابه الاول يشوف النجم الساحلي ده يشتغل معاه ازاي. في مدربين بتعمل كده اوقات. والله بص انا شايف ان هو من اللي هو المدربين هو اكيد هيدرس الفرقه اللي قدامه، يعني بما ان هو ماشي بنظام كده او حسينا فيه ان هو في حاجه مختلفه فاكيد عنده رؤيه، فاكيد مش هياخد الماتشات دي زي ما بيلعب الماتشات العاديه، اكيد عنده رؤيه بناء على فرقه النجم الساحلي، اكيد يعني هيدرسهم، فاكيد ممكن يطلع لنا بحاجه كده. بس انا سامع ان رامي ربيعه اتعور كمان، ممكن برضه تبقى مشكله شويه. ف يعني لا انا شايف ان هو هيعمل ماتش كويس، لان الاداء او الطريقه اللي ممكن يكون المدرب ماشي عليها يعني اتمنى ان احنا اللي شايفينه ده يطلع في الماتش ده ان شاء الله. افتكر انها ممكن تلاقي مفاجات فعلا، يعني بناء على فرقه النجم مش بناء على ان هو عايز يعمل مفاجاه، يعني المفاجاه مش مجرد عايز يعمل مفاجاه، هو عايز يلعب بطريقه
الفرقه اللي قدامه بناء على امكانيات الفرقه اللي قدامه يعني. ودي اهم حاجه ان المدرب يعرف يبقى فلكسبل وعنده مرونه ان هو يتطور ويعلم اللعيبه تحتيه انهم يبقى عندهم مرونه برضه نفس المرونه بتاعته، علشان هو ممكن يبقى عنده مرونه واللعيبه مش متعوده. بالظبط عندهم حلول كتير. بالظبط يبقى عندك حلول كتير في الطرق وفي استغلال نقاط الضعف الفرقه اللي قدامك يعني. اصل انا قلت انت عارف سهل قوي ان الفريق النجم الساحلي يجيب مباراه الجونه والاهلي ويش يتفرج عليها فيشوف الاهلي. طبعا سهل جدا طبعا. لما طلب سريه المران انا قلت هو ممكن يعمل ايه؟ يعني ممكن يعمل ايه جديد؟ او ممكن يفاجئ النجم بايه؟ انا حتى افكر برضو هتعمل ايه؟ هو كويس يا شباب احنا مش عارفين ودي حاجه كويسه. الدنيا ما تزعش حاجه يبقى في حاجه تحت. بس بقى كل الفرق الكبيره كده لما تلعب خصوصا ماتشات يعني دلوقتي مثلا تشامبيونز ليج شغال هتلاقي لازم التمرينات كلها سريه لان انت بتلعب ناس ثانيه في حته ثانيه. صح. فمش عايز تلعب الفرق الدوري انت خلاص عارف ماشي ازاي وعارف الدنيا عامله ازاي. لكن الماتشات التانية دي انت ماتش في التاني وبعد كده ممكن تخرج فتبقى مشكله بالنسبه لك، فلازم يبقى عندك مرونه ولازم عندك استغلال نقاط ضعف واستغلال نقاط القوه بتاعتك كمان اللي ممكن ما تكونش ظاهره للفرقه اللي قدامك. فهو ده محتاجه هنا زي ما بنتكلم مدرب ليه بصمه يعني ويقدر ياثر في اللعيبه انها تطلع زي ما قفل ملعب التتش. انا قلت يعني الفكره دي ليه ما كانتش موجوده من زمان؟ يعني كان سهل قوي ان اي حد يدخل يتفرج على الماتش. انت اي حد يدخل يتفرج على ماتش ودي، اي حد يدخل يتفرج اللي هو مع الاعضاء يعني. اي حد يدخل يتفرج على تمرينه قبل المباراه. برضه فكره ان انا اقفل الملعب دي برضه اعتقد انها كانت فكره صحيه جدا. ما هو ده جزء مش قصه صحيه، هو ده جزء من الاحتراف ان في حاجات انت راجل بروفيشنال. انت راجل ماتشك وقتك بيترجم في الاخر لجمهور، بيترجم في الاخر للفلوس يعني، هي لازم تتحسب كده. صح. فانت مش بتجيب مدرب من اخر الدنيا تدفع له قد كده كل شهر علشان نهرج يعني. لا، هو جاي علشان يعمل يطور اداء، جاي عشان يكسب في الاخر. فلازم تدي له كل الصلاحيات ان هو يكسب. صح. فمش هيكسب ارتجالي، مش هيكسب بالعقل، هيكسب هو بيعمل خطه. فبيعمل خطه من حقيقه اللي قدامه ما يعرفهاش ولا حد يشوفها ولا تدريباته وتعبه. بالظبط طبعا تعبه وفكره. صح. لازم ما حدش يشوفه خالص. في تمرينات ممكن، لكن في تمرينات لا، زي حتى الحاجات الفرديه على فكره. طبعا. يعني بره الحاجات الفرديه للعيبه، وانا كل شويه هقول لك كريستيانو وليو وميسي شغالين على نفسهم، مفيش حدش بيشوف جدا. اساسا خالص هم بيلعبوا الفاولات بيلعبوها ازاي ولا بيتمرنوا عليها ازاي نهائي. الثوابت قصدك الثوابت، لكن ممكن تجيب الحاجات بتاعت الفرقه موجوده، لكن ازاي بيشوطوا الفاولات بالمنظر ده محدش عارف. تحركات طبعا، حاجات اللي هي الثوابت بالظبط. في حاجات معينه ما ينفعش لازم شوف. تبقى سريه. ده ايه ده؟ سر حربي زي ما بيقول. ليه؟ لان هو ده السلاح اللي انت هو ده هو ده الحاجه الوحيده اللي بتكسب بيه. بعرفها. بالظبط. مش حد تاني عارف، ممكن كل الناس تبقى عارفاه. ده طبيعي جدا يعني. فده انا شايف ان اللي خده ده ان يتقفل الاستاد تشوف المنظر ده. طبعا ده اول طرق الاحتراف بجد يعني، ان احنا نحافظ على الفرقه في كل صغيره في كل كبيره. ده طبيعي يعني. عايز اقول لك يعني اخر حاجه نختم بيها. طب النجم الساحلي كرم النهارده رمضان صبحي. طبعا انا عارف سفيان الوردي. طبعا. كرمهم واكد قوي على ان لازم يبقى في الروح دي موجوده، ان احنا نكرم الفرق اللي بتجيلنا قبل ولادنا احنا. بصراحه كان كلام مؤثر جدا جدا. انا انبسطت جدا بالخبر، ولقيت ان هم عاملين مبادره اسمها مبادره تكريم منافسينا. صح. صح. فده موضوع حلو جدا يعني. يعني انا انبسطت جدا بصراحه، كان نفسي ابقى طالع من مصر، بس انبسطت ان هو طلع اساسا من الوطن العربي يعني. ان حاجه زي كده احنا محتاجينها جدا يعني، انك تكرم المنافس بتاعك ده شيء يعني جميل جدا، ويمكن ده اساس الرياضه اساسا. فاتمنى ان احنا ناخد الموضوع ده منهم ونكمله بقى ونعممه على كل حته. ان تكرم يعني ايه المشكله؟ انت هتلاعب فرقه مثلا كبيره جدا، فتكرم نجم كان بيلعب فيها او بيلعب دلوقتي او كان بيلعب قبل كده فيها مثلا نجم كبير، ده بيدي نوع من الود. وده اساس الرياضه للتقارب يعني، مش نبعد عن المشاحنات والخناقات. هو حاجه جميله جدا بصراحه. لما سمعت له النهارده الحوار مع يعني زميلنا العزيز كريم، الراجل كان بيتكلم قد ايه الرياضه لازم تبقى اخلاق، لازم نرجع الدنيا تاني، لازم القوه تاني. انا بحب النجم جدا، حتى راح مدمع.
لما انا بحب النجم جدا، لكن انا اول ما بيجي فرقه ضيف انا بنسى النجم خالص وببقى انا مع الفرقه ضيف. اللي كانها النجم الضيف وبحاول اخدمها وان انا يعني اعمل كل حاجه. انت الضيف ده في الدين في العرف اي حاجه، الضيف ده بتشيله فوق دماغك صح، صرف النظر عن اي حاجه. فنتمنى ان ده يعني يبقى موجود في انديتنا احنا في الدوري، وان احنا نعمل كده مع الانديه اللي بتجي لنا بره الافريقيه، في فرق كتير افريقيه لعبناها كتير جدا وبيحبونا جدا وكل حاجه. نتمنى ان احنا نكرمهم، ايه المشكله ان احنا نكرمهم ونقرب الناس من بعض، نقرب الشعوب من بعض، ودي يعني اتمنى ان ده الروح دي تبقى موجوده يعني. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا شكر جدا. انا بتشرف بيك وبسعد انت معايا، واكيد طبعا الساده المشاهدين بيستفيدوا من ارائك، كلها مثمره كلها ايجابيه وكلها في المصلحه العامه. ان شاء الله نشوفك كده باذن الله في اتحاد الكوره، نحاول. بشكرك جدا على اللقاء ده، واشكر المشاهدين طبعا وجماهير النادي الاهلي كلها، وبشكرك على اللقاء ده، وان شاء الله نبقى مع بعض كده كتير، وهحط في دماغي قصه اتحاد الكوره دي ان شاء الله. تفتح لنا مشاكل ولا لا؟ لا ان شاء الله مشاكل. لا ان شاء الله. ان وانت بس ان شاء الله خير. شكرا جدا يا كابتن، نورت وشرفت. دي كانت فقرتنا مع او حلقتنا مع النجم الكبير الكابتن تامر بجاتو، كل التوفيق للنادي الاهلي. اكيد هنتكلم بكره يعني معاكم ان شاء الله كده، نتكلم اكتر على ماتش النجم الساحلي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، اقنعنا فايلر بمستوى النادي الاهلي كمان اخيرا في مباراه الجونه، كل التوفيق ليهم ورجاله، ودايما الاهلي فوق الجميع زي ما بنقول لحضراتكم. بعد الفاصل هسيبكم مع النجم الكبير اسلام الشاطر، اتشرف بيكم دايما ومع السلامه.